الآن احنا الآن عندنا من أهم المواضيع اللي هي الصيدلية والشراء المباشر. الصيدلية للحقيقة من أفضل على الإطلاق خدمات المقدمة اللي ما قد شفنا فيها أي مشكلة على الإطلاق نهائيا. هذه شهادة نعتز فيها. معكم بشار البلخي بنيابة عند دكتور محمد الشناوية هيد قنبلة كير فارماسي. احنا في الحقيقة عندنا بس suggestion لشيء اللي هي عبارة عن إعادة صرف الأدوية المبردة. احنا حاولنا نتواصل مع أكثر من شركة توصيل على أساس أنهم ترسل الأدوية المبردة للمرضى، بس إلى الآن ما حصلنا. و DHL ما عندها شاحنات مزودة بتبريد أو بثلاجات على أساس ترسل الأدوية. فاقتراحنا هو أنه إذا كان في إمكانية تصير في شاحنات توصل هذا الشيء، لأنه إحنا عندنا 25,000 إلى 75,000 شحنة إحنا بنرسلها سنوياً، من ضمنها 5,000 إلى 7,000 أدوية مبردة. فيعني هذا أول اقتراح. الاقتراح الثاني إذا ما في إمكانية ممكن نوفر العلاجات المبردة في نفس المراكز أو المستشفيات اللي موجودين فيها المرضى، يصير إحنا نرسل لهم العلاجات والأدوية المبردة يستلموها من نفس المستشفيات حقتهم. يصير احنا نتواصل مع المريض عن طريق مركز الاتصالات ونصير نتكلم معهم قبل ما توصلهم الرسائل حقت إعادة الصرف. يصير العلاج مجهز واحنا نتواصل معهم مرة واحدة، نصير نعطي كونسلينج للمريض، نشوف الأدوية اللي محتاجينها عشان ما نصرف أدوية مكررة عندهم أو مو محتاجينها عندهم زايد في البيت. في نفس الوقت يصير نتواصل معهم بعد تجهيز العلاج وإرساله لهم. فهذه بالنسبة للعلاجات إعادة الصرف سواء المبردة أو غيرها. طيب زاك الأخير شو نرقتك الآن؟ طيب حقيقة الكل يشكي من هالموضوع، يعني وإحنا نقدر تماما حساسية مثل هالأدوية. اللي يربطنا في نرقتك حقيقة نظام المملكة العربية السعودية لنقل وتسليم الأدوية المخدرة، لذلك من ضمن بنود النظام أنك لا يسمح أبداً لأي كارير أو ناقل لنقل الأدوية المخدرة، وهذا الشيء اللي عندنا إشكالية فيه. المخرج من هالموضوع إحنا عندنا أكثر من مخرج ووفقاً للنظام. أول مخرج يمكن عملناه مع الـ Health Outreach بزيارات للمرضى نفسهم، المرضى اللي خلينا نقول stable البين كلينيكا والعيادة الألم الآن عندها زيارات دورية لأكثر من منطقة، بحيث أنهم يأخذون الريفل ميديكيشن أو العادة الصرف معهم وتسلم للبيشنت أو للمريض في مكان أو في منطقته. الأمر الآخر اللي ممكن نعمله حقيقة، وهذا يتطلب مجهود من أكثر من المراكز أو الهيئات الموجودة في المناطق، وهي تسليم الأدوية بنظام تبادل الأدوية المخدرة بين المراكز الصحية والمستشفيات. النظام موجود ويعمل فيه من فترة طويلة، فبالإمكان أنه بحسب طلبهم أو بحسب عدد البيشنت اللي موجودين واحتياجهم السنوي ممكن نوفر لهم المدة 3 أو 6 شهور سبلاي يستلم وفق النظام، بحيث أنه يكون المستلم مسؤول من الجهة أو صيدلي في الجهة المستفيدة. ولا بد حقيقة من آلية لضمان صرف الأدوية فقط لمرضى المستشفى المركز التخصصي أو المحولين له. هذه ممكن التباحث فيها حقيقة. ممكن طيب هذه احنا الآن أنا أرتب لكم إن شاء الله اجتماع مع كل المناطق الفارماسيست، شوف ده عبد الله يهز راسه فارماسيست ويقول لك ابدا من اليوم اذا تبغى الليله اللي اشوف هذا، عرفت كيف؟ فهذه سهله جدا، انا اجمع لك جميع الفارماسيست في مناطق المملكه وايضا اجمع لك حقون التموين الطبي كذلك ومندوب من الشؤون الصحيه واذا كان في الطب العام انت بس اكتب لي البلان وانا ابدا اسوي ما عندك مشان اتوقع انه ممكن نوصل لحل مرضي لهالموضوع. طيب جزاكم الله خير ان شاء الله.